لحظات كبيرة للغاية، التطورات كبيرة للغاية، الساعة الثانية والنصف سيكون اجتماعا مهما للغاية للتذكير في توقيت واشنطن تحديدا، سنرى الرئيسين في اجتماع وبعدها في مؤتمر صحفي مشترك سيتم منها أو من خلالها الإعلان عن منظومة الباتريوت. يعود إلينا الدكتور صباح الناصري مرة أخرى، تفضل أكمل سيدي الكريم. آسف عزيز، ما أدري شنو صار، بس على العموم اللي أعتقده بأنه مثل ما تفضلت، يعني حتى قضية الباتريوت والتدريب عليها وإدخالها إلى، طبعا أيضا إدخالها إلى أوكرانيا مو سهل، قد يتم عن طريق بولندا، ولذلك هنالك مناورات على الحدود البولندية الأوكرانية للروس لمنع يعني هكذا التسليح إلى أوكرانيا. فحتى هذه منظومة الباتريوت مثل ما تفضل بطارية واحدة حقيقة هي رمزية أكثر منها، يعني خلينا نسميها استراتيجية. أنا أعتقد أنه بالظاهر مثل ما قلنا هو تصعيد من الجانبين، ولكنه في الباطن باعتقادي محاولة البحث عن مخرج لهذه الحرب، لأنه اتضح يعني حتى عسكريا من بعض وجهة نظر بعض الجنرالات الأمريكان بأنه من الصعب أنك أنت تهزم روسيا تماما، مثل ما من الصعب أن روسيا تحتل أوكرانيا. فبالتالي إذا استمرينا بهذا الدعم العسكري والتصعيد فنحن بصدد يعني حرب طويلة المدى لمدة سنين، وهذا ما ممكن لا أمريكا ولا أوروبا ولا حتى الاقتصاد العالمي ممكن يتحمله. فمن الأفضل البحث عن خارطة طريق، عن استراتيجية ترضي الطرفين أوكرانيا وروسيا. ولكن لحد الآن باعتقادي لإدارة بايدن، إدارة ديمقراطية، وهي إدارة فاشلة باعتقادي، وأكبر دليل على ذلك الملف الإيراني اللي راهن عليه بايدن لمدة سنتين، واتضح هو قال بحل بأنه اتفاق نووي مات، يعني أخذ سنتين حتى يدرك بأن هذا الاتفاق ميت أصلاً. فبالتالي هنالك اتجاهات داخل بالذات عند الجمهوريين وبعض الجنرالات الأمريكية بالبحث عن خريطة، عن خارطة طريق، عن استراتيجية ما تضع روسيا في مأزق وتحملها يعني وزر الحرب وتضع عليها عقوبات وتحاول أن تخرجها بمظهر الفاشل أو الخاسر، لأن هذا سيؤدي إلى تصعيد كبير جداً قد يكون حتى نووي، عندما تشعر روسيا أنها في صورة في زاوية قد تلجأ إلى ضربات أكبر مما حدث في السابق.